شو قلت ما سمعت؟ أمرك بنت عمي. علي صوتك. أمرك بنت عمي. بنت عمك وشو؟ بنت عمي وكسرت راسي. وكلمتي شو؟ أوامر يا ست الكل. وكلمتك شو؟ ما لقيمة. برافو عليك، هلا أنت عيني. أنا بأمرك يا بنت عمي. عم تحكي مع أمك شي؟ لا يو، معقول اتصل فيها؟ أنا ما بتصل فيها لحتى آخذ الإذن. أصلاً أنا ما بنام الليل كله إذا أنت زعلتي مني يا كسرت راسي. وأمك عم تجي لهون شي؟ أنا خليها تجي لهون بدون إذنك؟ يلي بتقولي عليه بيمشي. برافو عليك، هيك بدي اياك. يلا انقلع من وشي، بدي احكي تليفون مع امي. بدك تحكي مع امك؟ ليه، في عندك مشكله؟ لا لا، شو عندي مانع، بالعكس، بس انا بدي اياك تسلميلي عليها وتخليها تزورنا. مو شغلك، يلا روح اعملي 3 بواحد. بامرك يا ست الكل، الله يخلي لي اياكي وما يحرمني من هالوش الحلو والاصابيع اللي بشله. يلا روح درمل من هون وساوي لي فحم معك. مو على راسي. بسرعه يلا.